السلام عليكم. اليوم عندنا الزد، ايش بنسوي فيها؟ بنركب لها كاتش كان. احنا في وين؟ في سلمى اباد، في جراج سبيد واي. الزين اليوم الكاتش كان عندنا من شركه زي 1. اعطوني شوي احط لكم الاغراض كلها هني، اوري لكم شنو بالضبط البيركاب في الموتر. اوكي اوكي، حق كل من اللي تابعني حاب اقول لكم شكرا. ليش؟ وير سبونسرد. امزويا شركة قنيعة التعريف، هي الشركة اللي عندها 100% synthetic oil. تبي اويل حق اي سيارة موجود. حكيم اللي تابعني 10% discount. Go to امزويا البحرين، قول لهم انتم صابين فولو حق سباين كيلرز and you'll get your 10% discount. روحوا صدرون. Thank you. كل شيء موجود متوفر اصلي. ها نيو. اوبا عندنا كا دكتورنا عيادة علاء. عيادة سبيد واي في خدمتكم. يلا يلا قوم قوم طلع الاغراض. هذه زي 1 كاتش كان رقم 1، عندنا هناك رقم 2، وهذه اللي هنا كله هوزة، وفي وراء مفروض الستاند، وهالبراغي براكتات. ها صح. هاي خلاص بتصور لو اركب الحين. ركب الرجل اللي فوقك تصور. اركب الاغراض كلها هناك. لا اركب ابطل بدون تركيب. تراني تبي شنو انت؟ براكت براكت. تبي براكت؟ يلا كا براكت. اثنينهم ان شاء الله. هاي براكت رقم 1 وهذه البراكت رقم 2. طبعا انت تطلبون من زي 1 اي وياكم المانيوال. شوف انزين بيرفكشن. لا 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 اعطاك الجان. يلا سي 4 سي 2 سي 3. يلا الحين دوري. لا احنا على التليفون اخيرا الحين بيسمع كلام الامريكان. انا اسمع كلامك اخيرا. قول لك يقول ما هو ما يحتاج يقول هو بس راويني انا بصرفه. يلا تصرف. سي 1 باسنجر سي 3 باسنجر درايفر سي 4 سي 2 درايفر. خلاص خلاص ما ردك حق الامريكان. الحين خليني اشرح لكم شنو فايده الكاش كان. تعال مني. الماكينه فيها اويل حلو، مع الوقت شو يصير؟ بعض السيايير يا ترفع الاويل فوق او مثل هذا شو يسوي؟ تبخر الاويل. لين يتبخر الاويل وين يطلع؟ يطلع برا يرد يدش داخل في الانتيك من هني. ف لين يدش داخل الانتيك شو يصير؟ الاويل البخار يوصل يروح حق الثروتل داخل الانتيك مانيفولد الى الماكينه، فهي فيها نفس الدائره. ف شنو يصير وقت العمليه ذي؟ لين البخار الاويل يطلع من هني يرد يدش داخل الانتيك يعوز الانتيك. ثاني شيء يوصل حق الثروتل يعوز لك الثروتل، بعدين يدش لك وين؟ داخل الانتيك مانيفولد، بعد يعوز الانتيك مانيفولد. هذه انا في الكيس مالي مجرد بخار. الكيس الثاني حق السيارة البقيه في بعضهم يطلع يرفع الايل، فلين رفع الايل يرد يدش فيرد يمكن يعوز لك بيبات ثانيه مخارج ثانيه الى اخره. ف بواسطة الاويل كاتش كان داخل في الان وفي الاوت يدش الاويل من هنا ويرد يطلع شنو؟ مجرد هواء صافي. مع الوقت عقب شهر شهرين عندك هنا عشان تطلع تفرغ الاويل. ايش قلنا؟ سي 2 سي 2 سي 4 هذا هو سي 4 بدون فرق. ها جدا صغار فيه. جدا صغار؟ اي One side done. تحتاج هذه الجهة.
ايوه اخر شيء اخر شيء نخلص كل شيء. زين ليش قبل كل شيء ليش؟ خلاص بس ركبنا مشكلة بقى ستة صح زيو. هادي يطلع من هني لا تحت ايوه هادي يطلع من هني ان اوت يا خلص الفيديو خلنا نرويكم الفاينل ريزلت شلون شكل النهائي. هاي زي وان كاتش كان مثل ما تشوفونه وان ليفت وان رايت شكله وايد حلو انيق وايد معطي فخامه حق الماكينه وايد حبيته. في انواع شركات ثانيه مثل ميشي موتو يكونون اثنين اوتو هني واحد مني واحد مني هاي انا حبيته ازيد صايرين مون شلون ملبقين صايرين it goes very nice يعني مع الفلاتر يعني صاير افخم الموتر معطي هيب احس يعني هاي مجرد رأيي انا ما لي عنكم انتو بس ان شاء الله استمتعتوا لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب في موتر جديد جاي في الدرب نطروا شغلوا الجرس لا يفوتكم alright peace goodbye